السلام عليكم اخواننا الرياس، تحياتي لكم، معكم فيديو جديد. الفيديو ان شاء الله اخوان غادي يكون مختلف شويه، الطعم اللي يكون مختلف، حيت اخوان بحال اي رئيس تقريبا راه كيمشي للمصيد راه كيشري الطعم ديالو. الفيديو اخوان ان شاء الله غادي نحاول نصيد الطعم اللي كاين في المصيد، الطعم اللي كتواجد في المصيد ديالي غنصيد به. ملي قلبت الاخوان لقيت الطعام زويني، انكم الطعمات اللي لقيت في المصيد الاخوان راه مزيانين. ديجا جربت العطيه، جبت معايا العطيه ما قادش عليها، كنت غنجرب الطعم ديال اللي كاين في المصيد. غنشارك معكم هاد الطعيمات الاخوان، كاين الكشاري المصيد صخري، يعني المصيد صخري كيكون فيه الطعم بزاف. الطعم الاول الاخوان، الطعم الثاني، كاين طعم زوينين هاد الاخوان، وكاين الطعم الثاني اللهم بارك. يعني محتاج تجيب الطعمة كاع في هاد المصيد، محتاج كاع تجيب الطعمة، جاك الخوية راه تلقى الطعمة، وكاين بحال زوج كل بوحدة. بغيت ندير كل طعمة بوحدة ونسيي، واني طاحت لي واحد الفكرة قلت غادي نجمعهم كاملين في تطعيمة وحدة، غنجمعهم كاملين ندير طعمة وحدة وغادي نشرحها وغادي تشوفوا ان شاء الله، تشوفوا معايا تمشي لعيبة ان شاء الله. نفتحوا المزروبة، غادي غنحيدو من الشقة ديالها، نحيدو هاد الدور، هاهي اللحمة اللي فيها، نحطوها هنايا، غادي غندقدقوها بشي حجرة، غنقطعو من الشطريك وندقدقوها. ندير شي طريف ديال شوطة صغيرة، بالنسبة للترقيعة ديالنا، الترقيعة هادي هي كوليسو، الخيط الرئيسي منو البوندورة كالعادة، الحقيقة برومة المية، مرقع ب 45، مرقع ب 45، دو على بركة الله، دير جوج صنانر، دير الزير واحد، الزير واحد. ولا تشوفوا كيفاش كيترقعوا السنان هذا، خلي لكم ليا لتحت اللي جا صورتهم باش نبقى نحطهم في الفيديو. خليو الزروق من الفوق، ناخذو هادي نطعمو السنانة بهذا الشكل، هادي سيدي فلان الاخوان. اول مره غادي نجربها، ما سبقش صيدتها، كان صيد هنايا وكاين طعوم في المصيد زوينين، واني ما كان عجز نبقى نجرب فيها، هكا جي معايا الكوطو والعقريس هكا نبقى نصيد باهي. نسمعو نفكر في الاخوان الشقة ديالي مزروب، نحطو في الشقة بحال حتى في الشقة الاخرى، فنارش ديال الزريقة هادي ولا داكشي، المهم غنشوفو شنو كاين في المصيد. ديجا جربت العقايس ما لقاش عليها والو، المهم نشوفو الطعمة ديال المصيد شنو غادي يكون، واحد شوية ديال السيف باش تجمع، إن شاء الله غادي يكون فاهم.
قال لي ما بغاتش وصل طعيمة هي واحد الطعم باقي بزداد كاين بزداد هنا في الطاقة واني بعيدة شوية تقص عليها باش تجي تصدق هاي طعيمة طعيمة والله مدام حتى وصلنا خليكم معايا نحول الكاميرا لي وغادي نحاول نشوف شي تحويصه ان شاء الله الله يجيب جي سي اخوان التطعيمه ديالنا نشوف الفيديو والله نصير نشوف الفيديو ان شاء الله المهم الخوت غادي نخليو الكاميرا تشعل على تشبنا شي تقويسة هانتوما الاخوة يعني ضربات عليها شي حاجة وني ما شداتهاش نعاودو ليها التجربة ان شاء الله غادي نعاودو نطعمو ليها ونوصلو ليها وياها نعاودو ليها تطعيمة اخرى الاخوان اللي ولا كالتها ما شداتهاش نعاودو ليها ونشوفو ان شاء الله كيفاش ويمكن الفرد اخوان ويمكن الفرد ان شاء الله غادي تحكم تعاودوا لها الطعم هاي كتسطع عليا من قبيلة هي هادي لا باديش اولا البورة غتسطع عليا فين باقا المكبوش كان بيكيا ما كتحكمهاش انا جديتي لها في داية فين حكمتها ان شاء الله نتمنوا تشدنا شي دور هذا هي اللي سمعوا لي اني مع السكينه هذه ما تخليهاش كتضرب عليها هذه عليك المهم الا كانت شي حاجه غتشوفها ان شاء الله
بنغلاديش الإخوة. المهم الإخوان وصلنا لنهاية الفيديو. طعم كان ناضي الإخوان، غير ما جاش الوقت المناسب، الدورات القليلة ما كيناش في البحر والو، وكانت كرة ما تعطلوش كينا هاد لاباديش. جا الله واحد قايلة طلعت في أساس، الله مبارك. هنشوف غنعاود نجربو الإخوان، وكان الدورات الإخوان ماليش تزكلو هاديك الطعمة ما تزكلهاش، واني ما كيناش كينا هادي كيما شفتو كتزرب على الطعمة. فاش جيتها في يدي عاد جديد في ياسات. المهم الاخوان تحياتي لكم، فيديو جديد ان شاء الله، غادي تشوفوا شي منطاج جديد، شي لعيبه جديده ان شاء الله.